هيدور. هيدا ولدي هيدا ما عرفتش هيدا مشاهدي قناة شوف تي في صباح الخير من مدينة الجديدة. فبعد وفاة الطفل أو التلميذ إلياس اللي كيبلغ من العمر 15 سنة بهد المؤسسة يعني كيقرأ في هد المؤسسة فيعني كان عنده خلاف مع الصديق ديالو اللي ضربه بطورنوفيس وتوفى. فالان يعني الامهات كتشوفوا هادو اولياء الامور ديال التلاميذ في وقفه يعني كيطالبوا بمجموعه من المطالب كما قالوا يعني باغي الاداره تجاوب معاهم باغي مجموعه من الحويجات غادي نحاولوا يعني نقتربوا منهم ونستمعوا لهم ونشوفوا يعني شنو هو المشكل. تفضل. السلام عليكم دايرين اخوتي لاباس عليكم جينا اليوم الله يجازيكم بخير بغينا نديروا واحد الوقفه احتجاجيه امام مدرسه الثانويه التاهيليه ديال نجد بصفتنا امهات واولياء هاد التلاميذ. هاد المدرسه راه في وضعيه كارثيه لا من ناحيه الامن ولا من ناحيه السير الاداري داخل المؤسسه وكنتمنى يكون واحد الحضور ويكونوا الامهات كلهم يعبروا على رايهم ما نكونش انا الوحيده اللي كنهضر على هاد الناس بصفت راه كل ام عندها موقف من هاد الاعداديه. السلام عليكم. حنا واقفين هنا امام مؤسسه النجد دايرين وقفه احتجاجيه بالنسبه لوليد مسكين اللي تضرب هنا. حنا صراحه كنطالبوا يعني الامن كاين ولكن ما كاينش الاداره كاينه ولكن ما كايناش. كنتمنى من الله الحاجه اللي قلناها ما تقطعش تكون على المباشر. حنا الله يجازيكم بخير كنطالبوا على ان الامن يكون بصفه منتظمه هنايا. الله يجازيك بخير. يعني بحال الدوريات يبقاو يجيو يحضروا ياك؟ حنا بغينا دوريات تكون عامة، دوريات مستمرة. ان هذا الشيء كاين كثير. دابا ما كايناش إدارة. ما كايناش أوتو، دابا الدراري. إعدادي وثانوي الله يحسن العون. دابا الدراري طلعوا قال لك المدرسة خاوية. ما كاين الأطور، ما كاين مدير حاضر غايب. حنا بغينا شي حاجه حتى من العساس مسكين ما عندوش يعني شي واحد اللي غيعاونو على هاد الدراري وهاد النظام ديال هاد المؤسسه. حنا يعني هاد السبب هما كيكثروا هنايا الاجرام كيدفعونا باش حنا نصيفطوا ولادنا للبريفي. ما خاصكش تبان عندنا الله يضيع. لا ما كاينش. دخل الله دخل الله. حنا دابا وليدي هاد الهضره انا قلناها راه كنقولوا على قبلكم انتوما. حنا شوف حنا كنهضروا على قبلكم. حنا باش نتوما وليداتنا على حنا هاد الولد شنو كيجينا؟ حنا راه ما كنعرفوش ولكن حنا وليدي بقى فينا هاد الولد اللي هو ما بين ليله وضحاها مشى ضحيه. شنو ذنب امه مسكينه اللي راه مقهوره عليه؟ هو الوحيد اللي عندها كترجى فيه الله. هاتي حنا وليدي الا جينا هاد الوقفه جينا على قبلكم نتوما. راكم ضحيه داخل المؤسسه. راه الوليد ربي مسكين امه متمنيه فيه شي حاجه ولكن ها هو مفرمش العين. على ولد داخل بالطرني في وسط القسم فين هي المراقبه؟ الولد اصلا ديجا داير مصائب هنا وما كانش اللي يهضر معاه لدرجه ان لما تدخل المؤسسه ودير ديك الحاله في هذاك الولد وتابعه ولدها ها انتوما غير انتوما شوفوا فين هما الاطر وفين هو بعدا اللي كان فيهم الباب علاش دخل هذيك المراه تما؟ ها باش يدخل ولد وراه يكون ما ضرب هذاك مدير واحد اللي كاين مدير واحد اللي كاين راه يعني الله يحسن العوان راه يحضر تعيا ولكن يعني حتى بصفه حنا كنقولوها حتى المدير ما كيكونش حاضر بصفه منتظمه. حنا ما غنخافوا حتى من شي واحد لان هذاك اللي مات يقدر واحد في ولادنا اللي تيخرج دابا ما لقاوش. المدير كيكون حاضر غير ما كيكونش ديما. حنا الله يجازيكم بخير وبغينا دوريات حنا حتى جمعيه الاباء داروا شحال من مره على اساس انهم باش ينظموها كل مره كيتجمعوا الناس ما كانش يعني داكشي كيتفرتك بعضياتهم ما كانش جمعيه الاباء يعني حتى واحد ما وافق عليها صافي كيفرتكوها وكتحيد. شكرا. يعني كطالبوا نتوما باش يكون يعني مدير جوج لا ما يكونش مدير واحد لان المؤسسه كبيره لان العدد كثير يعني 1600 او 1800 ما غاديش يسيرها مدير ولا سته ديال الاوطو داخل الاداره بزاف عليهم. حنا راه وليداتنا كاين اللي عنده جوج ثلاثه ما كيقدرش يسيرهم في الدار عدا 1800 ولا 1600. هاد المؤسسه مني بدات كثانويه كانت نقيه كانت غدا مزيان كان مسير هاد المدير مزيان كلمه الحق نقولها
انا قرات فيها بنتي الكبيره دابا في لافاك، كان سيرها المدير مزيان، كان قادر على داك العدد اللي كاين. ملي بداو تيزيدوا المستويات ديال الاعدادي بدات كتفلس، بدا تيخرج داكشي على زمام الامور، ولا داكشي في فوضى، ولا الاجرام ولا الفوضى ولا المخدرات ولا بزاف د الحوايج. يعني حنا كنطالبوا المديريه انها دير لنا حل، درنا جوج مدراء اللي غيقدروا يسيروا هذا العدد ديال 1600 او 1800. اما مدير واحد حنا كنقولوا الله يحسن العون، مدير واحد والست الحراس عام راه ما غيقدروش يضبطوا هذا العدد كامل. المديريه اللي خاص دير لنا حل، حنا ما تنحملوش، انا بعدا شخصيا ما تنحملش المسؤوليه للاداره، تنحمل المسؤوليه للمديريه اللي مهمشه هذه المؤسسه دايراها ما كايناش كاع في جديده. هذا الشيء اللي كاين اخويا. اذا كما سمعنا هادو امهات ديال التلاميذ اللي كيقراو في هاد المؤسسه التعليميه اللي توفى الياس واللي كان كيقرا فيها الياس اللي بعد خلاف مع الصديق ديالو اللي ضربو بطورنوفيس فهو توفى. وكنشوفوا يعني الامهات ديال هاد التلاميذ كيطالبوا باش يكونوا جوج ديال المدراء، لان كاين المدير واحد وهي فيها ثانوي اعدادي، يعني فيها واحد العدد كبير ديال التلاميذ، وبالتالي فهما كيطالبوا يعني باش يكون طاقم اداري كبير، لان طاقم اداري قليل مقارنه مع العدد والحجم ديال التلاميذ اللي كثير بزاف. غنشوفوا احدى الامهات. شوف استاذ عفاك، حنا كنطالبوا بالحراسه تكون داخل المؤسسه، لان انا عندي بنتي كتقرا في السابعه، راه شي حوايج كتعاود لي عليهم كيطراو داخل المؤسسه، لا اله الا محمد رسول الله، راه الكارو كيتكم داخل المؤسسه، الحشيش داخل المؤسسه، راه شي حوايج راش غنقول لك. انا وليت شخصيا كنرتاح على ان بنتي تكون ما قاريش، تكون عندي في الدار، على انها تكون في المدرسه. من الوقت اللي كتكون قاريه راه ما كنكونش مرتاحه لها. طاقم اداري يدير واحد المجهود، داخل المؤسسه، تكون مراقبه داخل المؤسسه، راه شي حوايج كيطراو داخل المؤسسه راه ما نقولش لك عليهم. راه المخدرات كدور داخل المؤسسه، راه بزاف الحوايج خايبين كيكونوا داخل المؤسسه. هادشي اللي كنطالبوا، سيدي كنطالبوا بالامن يكون في وقت الدخول المدرسي والخروج المدرسي. اذا شنا يعني مطالب ديال الامهات اللي اغلبهم كيطالبوا باش يكون طاقم اداري كثير، لان التلامذ كما قالوا تقريبا 1800 تلميذ، الطاقم الاداري قليل، وقالوا تكلموا على حوايج اللي كتكون يعني داخل هاد المؤسسه. تفضلي. السلام عليكم. الله يخليك، حنا بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال المعاناه. انا اول عام جا ولدي، لهنا لهاد المؤسسه، واحد التسيب، ولينا كنصيفطوا ولادنا باش يقراو، ما بقيناش كنصيفطوهم باش يقراو، راه ولاو ما واش انا عند بالي ولدي، في المؤسسه كيقرا يد بيا حتى نتلاقى خارج من المؤسسه، راه لا يعقل، واش المؤسسه اللي فيها كلشي جميع انواع الاجرام، واش هادي غتبقى مؤسسه غنامنوا على ولادنا فيها؟ راه لا يعقل، تسيب بمعنى الكلمه، بغينا الامن، الله يجازيكم بخير، هذه مؤسسه بغينا يكون فيها الامن. اذا هما باغيين يعني يكون مديريه التعليم توفر لهم الامن الخاص داخل المؤسسه. إذن هذه وقفة احتجاجية أمام المؤسسة كما كنلاحظوا، هذه كيطالبوا بالحراسة الأمنية وكيطالبوا بأمن خاص داخل المؤسسة كما سمعنا. يعني هذه وقفة احتجاجية لمجموعة من الأمهات ديال هذه المؤسسة اللي توفى فيها الطفل إلياس، يعني توفى داخل هاد المؤسسة، يعني ماشي توفى داخلها وإنما ضربوا الصديق ديالو اللي كيقرا هو وياه في هاد المؤسسة التعليمية، اللي عرفت يعني وفاة الطفل إلياس بعد الخلاف مع الزميل ديالو اللي ضربوه بطورنوفيس. والآن كما كنشوفوا أمامنا هذه وقفة احتجاجية كينظموها الأمهات هاد الصباح، فكما سمعنا كلهم كيطالبوا بوقفه، يعني كل كيطالبوا بالامن الخاص داخل المؤسسه كما سمعنا الام اللي تكلمات قبل قليل، فقالوا بان كاين حويجات داخل المؤسسه وخاصه الطاقم يعني ديال المؤسسه يبذل مجهود كبير وكبير جدا باش ما يبقاش يشوفوا مثل هذا الشيء اللي شافوه وفاه الياس، فهو واحد من ابناء كابن ديالهم حتى هويا، ف
فاحنا شلنا يعني ها هما باقيين في تجمع هاد الامهات اللي مجموعين واللي كيطالبوا باش العدد ديال الطاقم الاداري يكون مضاعف ويكون اكبر واكثر من هذا الشيء اللي كاين دابا، لان العدد ديال التلاميذ عدد كثير وكثير جدا، وهذه رسالتهم اللي وجهوها الى المسؤولين عن التعليم باش يحاولوا يوفروا لهم امن خاص يعني بعدد كافي داخل المؤسسه. وحنا سمعنا النداء ديال هاد الام اللي لابسه الكحل اللي في الصوره الجانبيه، فقالت يعني ولات كتخاف على بنتها كثير وكتطالب باش يكون الامن خاص بكثره داخل هاد المؤسسه حمايه لوليداتهم وبنياتهم. ومازال الوقفه كما شفنا كيواصلوا يعني الامهات هاد الوقفه اللي كيقوموا بها في هاد اللحظات امام هاد المؤسسه التعليميه اللي كيتجمع فيها التلاميذ ديال الاعدادي والثانوي، يعني خاص يكون التقسيم ويكون الاعدادي بوحده والثانوي بوحده، لان كاين وليدات صغار مخلطين مع الوليدات ديال البكالوريا، ف يعني ما يمكنش كما قالوا همايا كنشوفوا وليدات ديال السابعه كيقراو مع وليدات ديال البكالوريا، يعني الدراري مختلطين صغار وكبار هنا بهاد المؤسسه، وهذا هو اللي تار حفيظه هاد الامهات اللي كيقوموا بهاد الوقفه في هاد اللحظات يعني في هاد الصباح. فهما كما كتشوفوا يعني جابوا وليداتهم ولاو كيوصلوهم حتى الاناره، يعني ما واصلاش حتى الامام باب المؤسسه كما كنلاحظوا، فإلا جاوا بكري يعني كيلقاو كاين الظلام، فالمؤسسه ها هي كما كتشوفوا امامنا، ولكن ها انتم يعني شحال بعيده على المنازل على الديور، يعني كاين واحد المسافه باش بعيده على الديور. حيدوا ولدي الله يحفظكم، حيدوا هذا الصوت، حيدوا حيدوا راه كيتغتصوا في هذيك البلاصه، شوف الخلا اللي كاين هنا ولا من يحرك ساكنا، يعني كما كنشوفوا المسافه باش بعيد، المسافه باش بعيده، يعني هذه المؤسسه ها هي المؤسسه والمسافه باش بعيده المؤسسه، هانتوما كتشوفوا يعني كاين واحد المسافه وكاين يعني منطقه خلاء اللي كيقولوا بان كيلقاو صعوبه كبيره. اولدي الله يطلع عليكم الله يطلع عليكم، باغي نصور فكما كتشوفوا ها هي يعني المسافه باش بعيده يعني على المؤسسة، المؤسسة جات معزولة شيئا ما، هذه معزولة المؤسسة يعني قريبة فين كاين محطة القطار بمدينة الجديدة، وهنا فين كاين يعني هاد الواقعة وفاة هاد الطفل إلياس داخل اللي كيقرا داخل هاد المؤسسة هو والزميل ديالو اللي ضربوا بالطرنوفيس. إلياس يعني غادر إلى دار البقاء، والناس كيطالبوا باش تكون اناره باش يكون الامن الخاص متوفر بكثره وبعدد كافي، لان الوالدين ديال هاد التلامذ كيطالبوا بتوفير واحد العدد كافي ديال الامن الخاص. فكما تشوفوا هادو هما الامهات ديال هاد التلاميذ اللي كيقراو هنا بهاد المؤسسه، واللي كياكدوا كيطالبوا بتوفير عدد كافي من رجال الامن الخاص داخل المؤسسه باش ما بقاش يتكرر مثل هاد الواقعه اللي شلنا ديال وفاه الوليد الياس. هيدا ولدي الله يرضى عليك. كما كنلاحظوا يعني هذه وقفه مازال كتواصل، يعني وقفه متواصله، فشلنا يعني كاين اجماع ديال الامهات كيطالبوا بتوفير عدد كافي ديال الامن الخاص بعد داخل المؤسسه، لان الشيء اللي سمعنا يعني كما قالوا ما كاينش عدد ديال الامن الخاص، وحنا كنعرفوا بان مديريه التعليم يعني كتوظف امن خاص في جميع المؤسسات التعليميه، وهما هادشي اللي كيطالبوا يكون واحد العدد كبير داخل وخارج المؤسسه. حنا كنعرفوا يعني الامن الوطني مشكور كيدير حملات على جميع المؤسسات، لان كاين مؤسسات كثيره ما كايناش غير هذه المؤسسه، كيدير حملات على امام المؤسسه، ولكن خاص امن خاص كما طالبوا على الاقل باش حتى الا وقعت شي حاجه يحاولوا يشدوا لا كان شي حد شي مشكله في انتظار وصول الامن الوطني، لان الامن الوطني صراحه كيديروا مجهود، حنا كنشوفوهم وكنلاحظوهم يعني دائما كيديروا دوليات عدد كثير ديال المؤسسات اللي كاينين، فهمتي؟
يعني هذا خاص امن خاص داخل المؤسسه، لان الامن الوطني ما غيمكنش ليهم يدخلوا داخل المؤسسه، لان هذا مسؤوليه ديال الطاقم الاداري. داخل المؤسسه، داخل الفصل، امن خاص، امن خاص، امن خاص كيتسمى، امن خاص كيتسمى، امن خاص ماشي امن وطني. امن وطني ما يمكنش ليه يدخلوا الناس كيقراو، ما يمكنش ليه يدخل داخل المؤسسه. الامن الخاص، الامن الخاص هو اللي ما نحملوش مسؤوليه الناس. كان جات في الخلاء، خاصها امن، خاصها المؤسسه، خاصها امن خاص، فين ما جات غير في الخلاء. والوليدات ديما تيتعرضوا للخطا، وديما تيتعرضوا للاغتصاب، للسرقه، ديما هنا في واحد الخلاء وداك الشيء. يعني خاص لهذه المؤسسه امن خاص. الله يجازيكم بخير، والله يكثر خيركم، والشكر. بإضافة للأمن خاصنا مسيرين إداريين كف يكونوا قادرين على المسؤولية. خاصنا جوج إدارات، إدارة الإعدادي وإدارة الثانوي. السيد المدير واش كتواصلوا معاه؟ كتلاقاو معاه؟ السيد المدير ما كيهضرش معاك أصلاً، وفين ما كتجي المدرسة كتسول على المدير، ما كاينش الناظر، ما كاينش هذا، ما كاينش هذا، ما كاينش هذا، ما كاينش. سير تترجع حتى كتمنى وكتنسى علاش كنت جاي باغي تهضر. ما كاينش استقبال في الإدارة نهائياً، عدم الاكتظاظ ديال الآباء. واش 1800 تلميذ داخل المؤسسة غيجي غير 20 واحد في النهار؟ واش كلهم غيعطيهم نفس الوقت باش يهضروا؟ ولكن أنا كنهضر على النائب ديال وزير وزارة التربية الوطنية، النائب اللي كاين هنا في جديدة في النيابة. واش شحال من استفسار وصلوا؟ واش عمره وصل لهاد المدرسة؟ واش عمره سول لهاد الناس علاش كيجيو كيديروا استفسارات وكيديروا شكايات على هاد الإعدادية والثانوية؟ علاش؟ واش على قلة الأراضي فين تبدا إعدادية أخرى ولا فين تبدا ثانوية أخرى؟ والسلام باسروا من تحت حتى الفوق كاينه فيه مدرسه وحده واعداديه وحده. واذا جينا نحسبوا البريفي راه ما يعود واحد 100 مدرسه. حي السلام كل فيه مدرسه وحده، في اعدادي وثانوي واحد. هو هذا في مدرسه بريفي وحده. واش مولاي عبد الله كيجي يقرا هنا؟ واش الغزوه كيجيو هنا؟ واش الحي الصناعي كيجي هنا؟ واش حي السلام كله من نجد، من نجد واحد، نجد جوج، نجد ثلاثه، الحي المطار كلهم هنا؟ راه بزاف. واش على قلة الأراضي فين يتبناو المدرسات ولا وزارة التربية الوطنية صافي وقفات؟ مابقاش عندها الإمكانيات؟ هادشي اللي بغينا حنا نفهمو. إذن هذا كان نداء ديال الأمهات اللي كيطالبوا يعني المسؤولين بالمسؤولين ديال التعليم. هما كيقولوا بأن كاين مؤسسات كثيرة الخاصة، كاينة مؤسسة واحدة اللي مؤسسة التعليم الخاص. هما كيطالبوا بتوفير الامن الخاص داخل وخارج المؤسسه. حنا كنعرفوا بان الامن الوطني مشكورين كيقوم بواحد المجهودات كبيره، كيحاولوا يعني تكون دوليات امام مجموعه من المؤسسات التعليميه، ولكن يعني خاص الامن الخاص كما سمعتوا كما طالبوا همايا، خاص الامن الخاص يكون بكثره امام المؤسسه. السلام عليكم. اول حاجه بعدا حنا في حي السلام قداش كبير ما شاء الله، ولكن في مؤسسه وحده راه حشومه، والمشكله اعدادي وثانوي. حنا قرينا وعمرنا ما قلنا ما اعدادي وثانوي، عمرنا ما قلنا ما اعدادي وثانوي، ديما اعدادي بوحده وثانوي بوحده. هاد الاراضي غير محطوطين، على الاقل على الاقل يقسموا لينا. ولاد صغار طالعين ما عارفين والو، وثانوي كبار، ومشكله من هادشي كامل. ومنين غتولي المحطه؟ كي غتكون كي غتكون الوضعيه هنايا؟ مجال المؤسسه بناء الشارع، وكي غتكون هاد الوضعيه هادي متشردين ووليدات صغار، كي غتكون هاد الوضعيه هادي؟ كنطلبوا حنا النيابه تقسم لنا هاد المؤسسه هادي، راه ما يمكنش تقرا اعدادي وثانوي، راه ما يمكنش. والمشكله اكثريه كتلقى سميتو الخصوصي اكثر من الاعدادي. وحنا اصلا الانسان كيكون مسكين ما عندوش الوضعيه باش انه يخلص على ولده اكثر ما. الله يحسن العوان، حتى واحد ما كره. حنا كنقراو ولادي في خصوصي، ولكن ما الله غالب، ولكن خاص يديروا حل وليدات هاد الوليدات هاد. وشكرا. اذا يعني دائما المطالب ديال الامهات ديال التلاميذ اللي كيقراو في هاد المؤسسه اللي كتواجد هنا في حي السلام وحي النجد، يعني مجموعه من الاحياء كلهم، الغزوه كلهم كيقراو في هاد المؤسسه، والمؤسسه مختلطين فيها الوليدات ديال الاعدادي والوليدات ديال الثانوي. هما كيطالبوا باش تقسم، يكون الاعدادي بوحده والثانوي بوحده، ويكون عدد كبير، عدد بكثره ديال الامن الخاص. فالامن الوطني يعني مشكورين، كيديروا يعني حملات، كيديروا دوريات، ولكن ما غيمكنش ليهم يدخلوا حتى لداخل المؤسسات كما قالوا الامهات ديال هاد التلاميذ. ف دائما الوقفه متواصله
ديال الامهات ديال التلاميذ، فكيحاولوا يلفتوا انتباه ديال المسؤولين ويتصنتوا لهم ويسمعوا المطالب ديالهم. فعلى حساب ما سمعنا يعني هذه السيده اللي امامنا قالت بانهم داروا مجموعه من الشكايات، مجموعه من استفسارات، مجموعه من التساؤلات وجهوها للمسؤولين، وكينتظروا يعني باش يعيطوا لهم ويريحوا معهم على طاوله الحوار. ففي انتظار ذلك حنا غنحاولوا ننهيو هذا المباشر في انتظار مباشر اخر ان شاء الله. ولكن الامهات فهما كيواصلوا الوقفه ديالهم هذا الصباح هنا امام هاد المؤسسه بحي النجد اللي كتواجد مؤسسه تعليميه فيها اعدادي وثانوي. وكنشوفوا يعني كيفاش كيتكلموا الامهات بحرقهم، وما باغيين شي حاجه كثيره، باغيين غير يتصنتوا لهم المطالب ديالهم ويوفروا لهم الامن الخاص بكثره، لان المؤسسه جات شويه بعيده على السكان، يعني كاين واحد المسافه ما بينها وما بين اقرب تجمع سكاني اللي هو حي النجد وحي السلام، وما كايناش يعني الاناره كما كنلاحظوا، فما كاينش حتى الاناره ما واصله شيء حتى الباب المؤسسه، يعني الاناره العموميه علاش كيتكلموا هما، يا باغين يكونوا تكون اناره عموميه امام باب هاد المؤسسه. فكما قلنا احنا غادي ننهيو هاد المباشر، ولكن باقى المعاناه ديالها متواصله وباقى الوقفه متواصله ديال هاد السيدات امهات التلاميذ اللي كيقراو في هاد المؤسسه ما بين اللي كتواجد بحي النجد وحي السلام. نتمنوا يعني المسؤولين يجلسوا معهم الى طاوله الحوار ويشوفوا المطالب ديالهم ويلبوها خدمه لهاد الوليدات باش يقراوا في ظروف جيده ان شاء الله. فاحنا غننهيو هذا المباشر على امل لقاء بكم ان شاء الله في مباشر اخر ان شاء الله من اقليم سيدي بنور اللي غنتوجهوا ليه، كاين حالات انسانيه هناك، غنتوجهوا الى اقليم سيدي بنور باش نشوفوا يعني الوضع ديال مجموعه من الحالات الانسانيه واللي كينتظروا المساعده ديال المحسنين وديال مجموعه من الفاعلين اللي كيعملوا في هذا المجال. احنا دائما كما قلنا امام هذه المؤسسه التعليميه اللي مازال الوقفه متواصله. إذن كما كنشوفوا الوقفة متواصلة ديال أمهات التلاميذ ديال هاد المؤسسة التعليمية العمومية، هذه مؤسسة تعليمية عمومية اللي كيقراو فيها الوليدات اللي كيسكنوا في حي السلام، حي النجد، الغزوة، يعني وكاع هاد الأحياء اللي قريبة، كاع الناس اللي قراب لهاد المؤسسة فهما كيقراو وليداتهم بهاد المؤسسة. هنا يعني كما قلنا غنهيو هذا المباشر في انتظار يعني نشوفوا الا كان شي تطورات جديده، الا كان يعني شي تدخل ديال المسؤولين عن التعليم. فاحنا دائما غنواكبوا هذه القضيه ديال وفاه هذا الطفل الياس اللي توفى بعد ما ضربوا الزميل ديالو بطرنفيس، وتوفى هذا الوليد، والامهات يعني خايفين. يعني هذه مؤسسه ديال التعليم العمومي كيطالبوا بالامن الخاص يتوفر بكثره، لان العدد كما قالوا فهو كيتراوح بين 1600 1800 1600 1800 يعني ديال التلاميذ اللي كيقراو هنا، واللي اغلبهم من الاعدادي ومن الثانوي، كيقراو اعدادي ثانوي. يعني كما قلنا احنا غننهيو هذا المباشر وغادي نبقاو متابعين التطورات ديال هذه القضيه، وفاه الياس بطرنفيس، احتجاج هاد الامهات اللي كيطالبوا بتوفير الامن الخاص لان العدد كبير ديال التلاميذ، بالاضافه الى ذلك المؤسسه جات معزوله وبعيده عن يعني السكان، بعيده على الاحياء السكنيه اللي قريبه لها هنايا. ففي انتظار ذلك استودعكم الله والى اللقاء.